شيبستر يو اس اي هي شركة تجميع شحنات في امريكا واعادة توجيهها الى اي مكان على وجه الارض، جاءت عشان تحل مشكلة تسوق من المواقع الالكترونية الامريكية اللي تدعم الشحن فقط داخل حدود امريكا، يعني ما توفر شحن دولي. فمن خلال شيبستر انت تقدر تحصل على عنوانك الداخل امريكا، تستقبل عليه الاغراض او المشتريات الخاصة فيك، بعدين ترسلها لحد باب بيتك بكل سهولة. مميزاتهم كثيرة، أهمها التسجيل المجاني عندهم، استقبال الطرود تخزينها لمدة 30 يوم مجانا، تجميع الشحنات لداخل كرتون واحد لخفض تكاليف الشحن، إمكانية إعادة تغليف الطرود وتأمينها بشكل جيد، وخدمة العملاء شيء آخر مرة سريعة، مجرد ما ترسل لهم الإيميل دقائق ويجيك الرد. أسعار الشحن معقولة ومخفضة مقارنة بالشركات المنافسة، متعاقدين مع شركات شحن عالمية زي دي اتش ال وفيدكس وأرامكس. رجعنا لكم الآن من جديد، وفي البداية اشترك في القناة، فعل جرس الإشعارات، لايك كومنت شير للفيديو، وحتيجي بنافذة جديدة في المتصفح تبحث على shipsterusa.com، أنا بسيب لك الرابط أسفل في الوصف، افتح الموقع معك بنفس هذا الشكل، تقدر تختار اللغة من الأعلى فوق عربي أو إنجليزي، بتكون معك الواجهة تقريبا نفس هذا الشكل على أي من اللغتين بس مترجمة، أنت تقرأ إذا حابب تتعرف على مميزات الشركة، أنا سبق وذكرتها لكم في بداية الفيديو بشكل سريع. أنا برجع اللغة إلى إنجليزية وحاجي من فوق على ساين تسجيل، ونيجي نعبي البيانات تبعنا، first name last name، بريد إلكتروني ضروري يكون صالح تقدر تدخل عليه، والآن ركز معايا، هنا تكتب اسم الشارع اللي انت عايش فيه التي حتستقبل عليه الأغراض، أنا مثلا كتبت Airport Road، الأدرس لاين 2 ما فيش، بعدين مدينة صنعاء، بعدين اسم المنطقة مثلا دارس في حالتنا، وهنا الكنتري الدولة مثلا سعودي أريبيا تكتبها كتابة بالإنجليزي، اليمن تكتب يمن وهكذا، الزيب كود عندنا في اليمن ما فيش، بنحط 5 أصفار، وآخر شيء رقم التليفون وهذا مهم جدا لنا إحنا كيمنيين، تكتبه مع فتح الخط تمام. وهنا تعمل الكباتشا أم نوت روبوت، تضغط على كرييت نيو أكاونت، تم التسجيل بنجاح registration successfully، وباقي المعلومات يرسلوها لك على البريد الإلكتروني، أو أنه أنت تعمل إعادة تعيين باسورد عشان تحصل على كلمة سر تمام. أنا الآن بجي أسجل الدخول، أكتب البريد الإلكتروني الخاص بي وكلمة السر، وحاجي أضغط على login، تم الدخول بنجاح، وهذه هي واجهة الموقع. زي ما شايفين هنا هذه المعلومات اللي احنا عبيناها قبل شوية لما فتحنا الحساب، في حال تشتي تغير أي حاجة زي العنوان تجي تضغط على edit my account، بعدين تغير اللي تشتيه، الاسم، واجهة العرض، الباسورد، العنوان، المنطقة الزمنية وهكذا. أنا حرجع على my account، وهنا في عندنا العنوان الأمريكي الخاص بنا اللي نقدر نستقبل عليها الأغراض عندهم في أمريكا لما نشتري من iHerb، Amazon، eBay، إيش ما كان الموقع. تعالوا الآن أوريكم كيف نكتب العنوان مثلا على موقع أمازون، حتيجي على your account، بعدين تنزل لأسفل تيجي على your addresses، ومن هنا تضغط على إضافة عنوان جديد added address، وتبدأ تكتب البيانات الخاصة فيك، الاسم copy paste زي ما كتبته في شيبستر تكتبه في أمازون، بعدين تيجي تأخذ رقم التلفون تبع شيبستر وتحطه هنا عند الفون نمبر، وهنا تأخذ اسم الشارع 900 مو درايف سايت بي، نص خلص، وتحطه عند الادرس لاين، بعدين تيجي ادرس لاين 2 تاخذ رقم حسابك كوبي، ممكن انك تحطه في الادرس لاين 2 او انه تحطه بعد سايت بي، انا عادي بحطه في اي مكان وامازون هي حتلصقه. وبعدين السيتي اكرون اخذتها كوبي، عملها هنا لصق، والستيت اوهايو كوبي، ممكن من السلايدر تحدد هنا تعمل او اتش حتطلع لك اوهايو، بعدين الزيب كود تيجي تاخذ عنوان الزيب كود هذا هو تعمل له كوبي وتعمل له بيست في المكان المخصص هنا، وهذا الخيار خاص بالعنوان الافتراضي تشتيه تحدده او لا، بعدين تعمل اضافة العنوان، تتأكد انه سليم الان ما فيش اي اخطاء، لانه اذا في خطأ الشحنات ضاعت تبعه صعب جدا تلاقيها، الا اذا هي في المستودع عندهم بتعطيهم رقم التتبع بيدوروها لك. خلوني بس اوريكم مثلا اذا عندهم مشكلة تتواصل مع الدعم الفني على هذا الايميل customersupport@shipster.com، ممكن تتابعهم على تويتر وتتفاعل عبر التغريدات او تراسل هم بالخاص، انا افضل يعني عن طريق البريد الالكتروني اذا عندك اي استفسار او مشكلة لان الرد اسرع. ومن هنا ممكن تطلع على تفاصيل اكثر عن الشركة مثلا البروهيبتد ايتمز، المواد الممنوعة وشروط الاستخدام وهكذا. Later. المهم يا جماعة انا عملت طلب من على امازون، خلوني اوريكم اجي على الطلبات وشحنتها على عنواني لدى شيبستر، خلوني اوريكم عشان تتأكدوا شيبستر 2
وهذا عنوان في شيف بيصير زي ما انت شايفين الموجود في أكرون أوهايو نفس الزيب كود، ووصل يوم 19 يناير سنة 2021. كان عبارة عن كاميرا مراقبة وكروما خضراء أو زرقاء، المهم أن الطلبية وصلت عندهم. الآن يا جماعة أحب أذكركم بمدونتي anwarsalam.com، بسيب لكم الرابط موجود أسفل في الوصف، أطولها بوكمارك في المصفح وزوروها باستمرار. الآن أنا جيت على البريد الإلكتروني الخاص بي، وزي ما انت شايفين أعطوني إشعارات بأن الأغراض تبع اللي هي من أمازون وصلت عندهم، وحتى أنا عندي طلبات ثانية يعني مو بس هذولا. نروح الآن على شيبسر وبدخل إلى حسابي وحجي على view shipments عرض الشحنات. زي ما شايفين هذه عندي كل الشحنات الموجودة في الحساب وموضحة متى وصلت وكل شيء عنها. في حال جيت على shipments بيكون لكل شحنة رقم، مثلا نختار واحدة بيطلع لك المعلومات التفصيل الخاصة فيها، الوزن والأبعاد وأسامي القطع اللي فيها والكمية والأسعار، هذا بحسب ما عباها الكارير. تمام، إذا تشتي أنت تعمل تعديلات تتواصل مع الدعم الفني الخاص بشيبسر. المهم نرجع إلى قائمة الشحنات، نعمل تحديد للشحنات اللي احنا يشتين رسالها. انا طبعا بحدد الكل عشان التجميع. هذا اول خيار ملصق فريغرايل سيكر علامة الكسر وهو بنص دولار، عادي نعمل له تحديد. ثاني الخاص بالتأمين 2 دولار لكل 100 دولار، عادي نعمل له تحديد. هنا كيب تشوز بوكس وكيب لارج بوكسس، انا ما بحددهمش لان ما عنديش. اخر حاجة اكسترا سيفتي باكينج ماتيريال، هذه اللي هي عبارة عن فقاقيع وبلاستيك وما ادري ايش عشان الاشياء ما تتكسر. حجي اضغط الان على كرييت ريباكينج يعني بدء التجميع. هنا يقول لي shipment order has been created، يعني طلب التجميع وصلهم وهم بدأوا يشتغلوا عليه. والشحنات اللي حددتها تلاقيها هنا في الهيستوري لأنها ما عادي موجودة في الفيو shipments المتاحة، وبعد التجميع هتلاقيها في الريباكج. A few minutes later. بعد 6-8 دقائق يا جماعة جاني تنبيه على الإيميل أن الشحنات الخاصة بي صارت جاهزة للشحن، خلاص تم عملية التجميع. مرة سريعين خيال. دخلت على شيب السيرش، جيت على الريباكس زي ما انت شايفين معايا. هنا عندي الشحنات الخاصة فيا، طبعا خلوهم 2 لأن أنا في عندي قطعة من المشتريات كبيرة جدا اللي هي عبارة عن خلفية الكروما. زي ما انت شايفين أنا هنا مطلع لي الويت والدايمنشنال ويت، الوزن الحجمي والوزن الفعلي. فعندي الأولى 11.6 على الترتيب، والثانية 33.16 على الترتيب، ووحدة القياس هي الباند. خلوني أدخل على الشحنة الثانية اللي هي كبيرة. شوفوا معايا القياسات، الهايت 4 إنش واللينث 30 إنش والويد 38 إنش. تخيل معي يعني هذا سعر الكرتون كبير جدا. في داخله الفولدبل كروما باك جراوند وشوية قطع عادية. الكرتون الثاني فيها الأشياء الحساسة، الأجهزة الإلكترونية والقطع الصغيرة. المهم بحدد الشحنتين الموجودين معايا وبضغط على pay now الدفع الآن. من الأدرس بوك بحدد العنوان الخاص فيه اليمني، طبعا هو مسجل حاليا، وتكلفة الشحن هتكون 287.11 دولار أمريكي. وهنا باقي التفاصيل، 4 دولار رسوم التجميع، 1 دولار لاصق ضد الكسر، 12 دولار تأمين، 2 دولار قيمة الصور، يعني الإجمالي 306.11 دولار. هذه قيمة الشحن الاثنين الكراتين لليمن. تعالوا نقارن تكلفة الشحن الخاصة بكرتون واحد اللي هو الكبير إلى دول أخرى. طبعا اليمن عبر الدي اتش ال 233 دولار. خلونا نغير هنا مثلا إلى يونايتد عرب إمارات. الإمارات طلعت لنا شركات شحن متعددة، أرامكس 194 دولار، فيديكس إيكونومي 175 دولار، فيديكس بايوريتي 182 دولار، دي اتش ال 192 دولار. نغير إلى دولة أخرى زي السعودية نشوف الأسعار تقريبا نفس الإمارات، ما فيش أي اختلاف. والأسعار يعني مقارنة باليمن أرخص بكثير للدول الأخرى، يعني اليمن الأسعار لهم مرتفعة لأنه في حرب وكذا. خلاص بس نرجع لموضوعنا، من هنا نختار طريقة الدفع الباي بال أو البطائق الائتمانية على طول، فيزا أو ماستر وغيرها. عند الكوبن كود ممكن تستعمل هذا كود الخصم سنان 15، بيكون موجود عندك على الشاشة، بيعطيك تخفيض 15%. تضغط على apply to order والبيلينج ادرس نفس الشيبينج ادرس، ونضغط على review order وتراجع المعلومات موجودة بهذه الصفحة المرة الأخيرة زي عنوان الشحن والمبلغ اللي حتدفعه. تنزل لأسفل تضغط على submit order وحيأخذك إلى بوابة الدفع اللي اخترتها، مثلا باي بال في حالتنا تكتب بريد إلكتروني وكلمة السر وتدخل البطاقة وتدفع. أنا بقطع الفيديو وبرجع لكم. 20 minutes later. بعد 20 دقيقة من التشيك اوت جاني تنبيه من شيبسر على البريد الإلكتروني وعطوني معلومات
تتبع الشحنة وإنها صارت تجدي البيك أب من قبل الكارير. أنا رجعت بعد ساعات وأوريدي DHL التقط الشحنة. حنشوف الآن بالتتبع، دخلت على صفحة التتبع وحطيت الرقم، عملت تراك وهي خلاص بيكت أب في أوهايو مالبرج، وعملوا البروسيسنج وديبارتد مالبرج وهي متوجهة إلى اليمن. وبنفس رقم التتبع عندنا 2 بيسس لو أنتم ملاحظين هنا، هذه أرقام الكراتين. على فكرة لما ترسل 2 كراتين يعني بنفس رقم التتبع بيكون أرخص من أنك ترسل كل واحد لحاله. بعد أكثر من شهر ونص والأغراض بالطريق، طبعا هذا لأني أنا في اليمن ولا الدول الثانية أسرعني خلال 3 أيام والأشياء عندك. هنا زي ما شايفين رقم التتبع الخاص بالشحنة تم استلامها بواسطة أنور بمدينة صنعاء، وهنا التاريخ وعدد القطع 2 بيسس بنفس رقم التتبع زي ما قلنا بيوم 9 مارس سنة 2021 من مدينة مالبرج إلى صنعاء. لو تلاحظوا يا جماعة أن التأخير كله في اليمن، لأنه من أمريكا لحد عمان مسقط أخذ 3 أيام والباقي كله في اليمن من يوم 7 فبراير إلى يوم 8 مارس من سنة 2021. هذا كله في الطريق في اليمن شهر ونص، وشركات الشحن تتعذر بالحرب والحصار اللي في اليمن وما عليك إلا تنتظر. المهم أن الأغراض وصلت عندي كلها سليمة زي ما شايفين. هذه محتويات الكرتون الأول الصغير، وعندنا الكرتون الثاني، هذه المحتويات الخاصة فيها. أنا بنزل لهم فيديو الأنبوكسين قريبا في القناة، بس انتشرفوا فيها وفعلوا جرس الإشعارات، لايك كومنت شير، ومع السلامة.